الرئيس عدلي منصور ينشئ غرفة عمليات لمتابعة التطورات في ليبيا، ويجتمع بمحلب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية. مجلس الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارات عفو محمد مرسي. السيسي يسجل كلمة لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحملة صباحي تؤكد أن خبر انسحابه من السباق الرئاسي مجرد شائعة. أكثر من 180 ألفاً من قوات الجيش يشاركون في تأمين انتخابات الرئاسة، وفقاً لتصريحات المتحدث العسكري على صفحته بالموقع الاجتماعي فيسبوك. لجنة انتخابات الرئاسة ترسل كشفاً للقوات المسلحة بأسماء القضاء الذين سيتم نقلهم بالطائرات لعشرة محافظات. الاتحاد الأوروبي يعرب عن شعوره بالقلق حيال حكم سجن ماهينور المصري، ويتمنى إطلاق سراحها قريباً. اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا يحشد لدعم مشروع تنمية مصر. غضب نسائي عارم تشهده الأوساط النسائية المصرية بشأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم، والتي ينص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي تم إعداده مؤخراً.